لا بس عليكم، كنبقيت مزيان اوه هاهي في الصباح صاحبتي اليوم عاونت على مريضه شكون الله، قلت لي الحساسيه كتبغى تمشي مني، قلت لي ترجع تمشي وترجع. ثم اخوتي اليوم غادي نخرج، غادي نمشي اخوتي المرجان، ماشي غادي نمشي نتقطع، غادي نمشي اخوتي غير قاد يجيو يصايبوا ليا ماكينات الصابون. خسرات ليا اخوتي، ما بقاتش بغا تدور ليا، كدور شويه كدور غير شويه وكتحبس، واصلا عندي فيها الكارون تاع عامين وصافي. ودابا غادي نمشي عندو باش نقول لهم اخوتي يجي شي واحد يصايب لي ماكينات الصابون، راكم عارفين هما الكارون غادي يصايبو عليا. لا لا نبدا بالتليفون سلام، هذا راه صافي. لا ما سهل، يلا 30 شعل لي التلفازه وقص لي على باك ندير فيديو. وهادشي اللي كاين اخوتي الصراحه، خل عرفتي تعصب تعصب لحد التعصيبه، ما نعاودش ليكم. مي كتخطاني ماكينات الصابون بحال لا معرفش شنو كيخطاني، وابخي غادي نمشي نشري ومين طول ابخي انا اول بعد غادي نشري ماكينات الصابون الصغيره بحال اللي كانت عندي كتصب لي حنا الشف، هذيك الصغيره غادي نشري باش نبقى نصبان فيها كيلو طاطي وواحد الدو بياس ديالي وداك الشيء. والكبيره دابا حتى ديك الكبيره كندير فيها كيلو طاط والدو بياس، فهمتي يعني مسكينه بحال الضغط عليها بزاف، دونك نبقى نشونجي هنا ندير تما ندير حاجة ولا ندير حاجة، هادشي اللي كاين اخوتي ومنين بلا شكرا. يالله اخوتي خليكم معايا دابا غادي نقاد حالتي، صحتي صيبات ليا الايلاينر شوية وانا غادي نبقى هادشي شوية. هادشي الاحساس قاد معايا الاحساس هو جاي اخوتي. يا 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 لما يجي احساس سالسه حلقه يا اخوتي ان شاء الله مازال ما شربت الادواء لا والو، تن نقاد حاجه حس ليا الفكي باش ندخل انا الطب ونقول هنا صافي شوف صافي شوف صافي شوف صافي شوف صافي بخير ولا خير لا هاد البلاكار عندي كله خاصو يطيب. شي حلقه اخوتي كيفاش داير شتو حلقي مجروح هذا يا اخوتي مريضة، هاي كنهزل من هذا ولا من جنبي كنهز كلينيكس ومدلو ديالي واش هو كيتفرج ولا ما كاش كيتفرج في التلفازة؟ أنا نفسي
كنعاود عليها بشي حاجه اخرى. هذا مالو دابو مزاز مزاز الدارين هو كيضحك عليهم كيضحك عليهم هذا اللي كانوا دايرين العرس حدانا صافي سالاو ها كانوا باغي يدوزو حفله غزاله جبوني الصراحه دار لك رساله واعري ما يكونش عيسى هو اللي جابو غير هادو اللي كاين في الدروغيه هادو هنا ما عرفتي ما جابوهم كيضربو مزيان صراحه نزيد اخوتي نكحلها شي شويه من هاد ما كحلاش الايلاينر. قولي لي انت دير هذاك الصباغ تماتك دابا ما شفتها تصبغي ها كذا هذا معروضه ايوا احنا خارجين خارجين انا لازم نضحك معك مليحه مليحه شي حاجه قيمه قد ديال الايلاينر اه شي حاجه قيمه قد ديال الايلاينر اه 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 انتم خوفي دنيا تتفرغ تماك انت مالو كتحكى بوحدها الى وكان راه وحدايا زي شوفهم شي شي هيك سرست المرايا عاوتاني ترسات لي خوتي أنا كحلتها ضارين شوف خوتي غير اللي دير ليا لاباز الايلاينر وانا نكمل خوتي ما عرفش الى اللون زعما غادي ندير لا ما عرفت ما عرفتش الى اللون غادي ندير حيت ما عرفش من اللون غادي نلبس الشعر Thank you.
نجارة باش نجربيها القلم. كيقولو عن الملحق على قبل الشيشة. ناخذ اخوتي غير شي لويين باش نكاسي بيه. Allez, allez, allez. On va te faire une fois. Deux minutes.
واحد الكياس ما بانش لك الكياس. يا ربي انا قلت لك راسيت من الغاز. مانيش هاد اللوين اخوتي روز تالي واعر كيزة يا اختي نيون انا كامل خصو يتقاد كلشي ملون دابا غندير اخوتي الماسكارا غيبقى لي غير شويه اللي غادي نلبس ندير فوق عيني مشات الهايلايت مشات كانت جديدة يا اخوتي كنت شي وحدة والله شوفي تمشي نشري ان شاء الله نمدينا نشري لقيتها في مرة نشري الله انا وجهي اصلا كيبري بلا داك هايلايت نمشي دابا للمرجان نشري ايوا اخوتي خليكم معايا على ما ندير المشطه الصحون
واش تصايب لي احساس احساس اه شعري صافي وضغية أبنى زمان سأطيع الكرسي أوي طيب أطيع الكرسي وطاع عليه أنزل عليه أوي وقعت لي شي حاجة خليكم معايا أخوتي على ما ندير المشطة السخون وجبت حوايج اللي غنلبس وأنا معاكم أخوتي أنا رجعت ليكم رجعت ليكم قد لا راسي دابا لا فقد لا الشعر مشى راسي مول يجي يجوب شوما انا حبيبي شحال هاد البيت ديال هاد الفاس خوخون ملح شي حاجه حاجه مشات بعدا مشات مشات بعدا الريحة ديال ديال الشامبوان شامبوان ماشي شامبوان شامبوان يعني دار تدخل لي سميتو السخوني بنت لا لا هذا لا 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 المهم هي واحدة تامة باش منا شوية سير مزيان صاحبي بلا غش سير سمعني مسطي سمعني شعر غير ولا ياك تسيبو تسيبو هاكا ندير السام الليل زوين زوين وطيب كنطاو زعما غنكون حرش ولا انا شعري حرش ولا قلت احترطب زين هاد رمضان سعادة تيجي دابا صافي راه صايبه سخون ايوا سخون بدل هادي تصيب قلت لك سخون سخن واخا الشعر سخون تصيب يا زين هي دابا مندوش يقول لك مندوش هي تقول لك مندوش انتي بغيتي دواش
ربحت عيشك احد دي مسمعكش يا باش انتو تاكسي من الموجه حسب درامك يعني الارقام خصني نقولهم في الفيديو واش حتى عارف الوقت باش ما نعرفش عارف امتى بقى هكا واحد الشويه اللي بغات تريش ديالي احسن هي تفهمهم تنصب لكم السعر مزيان يا ايوا شنو نقول لكم اخوتي شعري هو صيب ثم زر غادي نبقى اش تقول لك يا اخوتي خليكم معايا على ما نلبس حوايج انا غنتصبط ان شاء الله شنو غادي نلبس ورانا معاكم يكون اخوتي ندير عليا هاد الكاب كاب تي لا كان كي خرج معاك كي جانا اخوتي زوين كاب حتى لا كان البرد عاد غادي نديرو خديت له هاد السويك وكان غادي يخرج مع الثمن مارو ايوا باقي اللمسات الاخيره يعني شوفوا ايوا باقا جيتي جانا خديت بوفا يوم بوفا بصحاب راح روحي جديده المهم عندك طيح لك وصل زوينه ما مشي ولكن هي كانت تفهم كانت وصافي هذا الشيء اللي كان اخوتي بقى لي غير في راسي ديالي وياك فهمتان ندير لك شويه د لافر فهمتان روحه زوينه يا لي درت يا جدا ولك دغيا كتكتب الطفا فنة بابا فنة بزاف وقلتي لي يلا خديت فازليت قلاه هي خلاني وماما دنيا روحه زوينه روحه زوينه دوني هادي هادو جداد هادو ولا لا هادي ديزا ديزا سامع انا دريحة لا عرفتك دابا تقول لي هادي لا ريحة لا ما ولدي اياد لا لا ما عمري ما سميتها لا ما قلت لي يا ماما قلت لك شنو قلت يا ماما دنيا الحب اللي يزلك يقول لي يا ماما دنيا قلت له حبيبي انا نبغيك حتى انا كنبغيك بزاف انت ما خوتي ما نتوجع ما نولد ما ندير شي حاجه بلا بوليد ربي كبير ما شاء الله كنحبك عاتيه حتى انا كنحبك انايا ما الى اليوم اخوتي كاين البرد ها نتوما نوريكم فين غادي نمشيو شنو يلا نتلاقاو فيديو جاي.